حلقتنا النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نثبت تعريف الطوابع الكانون بيكسما الجي 640 ونطبع من خلال الهاتف مباشره بدون استخدام اي كابل ولا استخدام الراوتر الواي فاي. فلو يهمك الموضوع تابعني بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم اخواني؟ عامل ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي افضل حال. معاكم احمد السام من قناه كانون بالعربي، وحلقتنا النهارده هنتعلم مع بعض عن خطوات تثبيت تعريف الطوابع الكانون بيكسما الجي 640 من خلال الهاتف مباشره بدون استخدام اي كابل ولا استخدام الراوتر الواي فاي. فاول حاجه هنعملها، شايفين الزرار ده؟ هنثبت عليه صباعنا بالطريقه دي كده، ما تشيلش صباعك نهائيا غير لما تظهر لك كلمه بروسيسنج، يعني جاري المعالجه. واول ما تظهر لك الجمله اللي قدامكم دي هنروح لجهاز الموبايل او الهاتف اللي انت عاوز تثبت عليه تعريف الطوابع، ونتبع خطوات بسيطه مع بعض. فيلا بينا. اول حاجه هنعملها هنشبك او هنربط الموبايل او الهاتف بخدمه الانترنت عشان نقدر ننزل برنامج كانون من خلال البلاي ستور او الاب ستور. فنفتح البلاي ستور عادي ونكتب في السيرش كلمه كانون بالانجليزي كده، ثم نعمل سيرش. هننزل تحت شويه كده هنلاقي الاختيار بتاعنا مكتوب عليه كانون برنت انجيجيت اند سيلفي. نفتحه عادي جدا ثم نختار تثبيت، ثم ننتظر لحد ما البرنامج يتحمل معانا ويتثبت معانا. اهو جالي التثبيت. وبعد ما تم تثبيت البرنامج معانا هنقفل الصفحه دي عادي جدا ونفتح قائمه الشبكات بتاعت الراوتر الواي فاي اللي موجوده في موبايلك. هتلاحظ الطبقه بتاعتك تاني اختيار مكتوب عليها كانون اي جي، بعد كده ارقام، بعد كده جي 600 سيريس. نختار عادي جدا. هيقول لك الشبكه متصله بالجهاز، يتعذر توفير اتصال بالانترنت، معناها انك موصل الموبايل بالطوابع وما فيهاش خدمه انترنت لانها مش راوتر ولا اكسس بوينت. تمام، هنعمل ايه؟ هنقفل الصفحه دي عادي جدا ونبدا نفتح برنامج كانون اللي احنا حملناه، ثم نختار اوكي، ثم نختار اثناء استخدام التطبيق السماح، وهنا بدا يشوف الطبعه ويقراها، ثم نختار اوكي. في الخطوه دي بتختار اخر اختيار ماي راوتر از نوت ان ذا ليست، ثم نختار يس. والخطوه دي مهمه جدا، هتعمل سكرين شوت زي ما اتعلمنا قبل كده. تمام، عشان دي كلمه المرور اللي هتطلبها منك الطوابع لو حبيت توصل الطوابع بموبايل تاني، فدي هتكون كلمه المرور. نحفظها عادي جدا، ثم نختار كوبي باسورد ونقفل الصفحه دي عادي جدا. ثم هترجع لقائمه الشبكات مره اخرى، هتلاحظ ان اسم الطوابع اتغير بقى اوله كلمه دايركت. فاي حد بعد كده معاه موبايل وهيحب يشبك بالطوابع هيبدا من الخطوه دي، لكن الخطوات اللي فاتت دي في حاله انك هتعرف الطوابع بالموبايل لاول مره. هنعمل ايه؟ هنختار تاني اختيار دايركت، بعد كده جي 600 سيريس. نختار عادي جدا. هيطلب منك كلمه المرور، كلمه المرور اللي انا عملتها كوبي باسورد وعملت لها سكرين شوت وحفظتها في الالبوم. انا طبعا كلمه المرور محفوظه عندي لان انا كنت عاملها كوبي، فهفرغها في الخانه اللي مكتوب عليها كلمه مرور. ثم نختار اتصال، وزي ما هو واضح قدامك قال لك الشبكه متصله بالجهاز، يتعذر توفير اتصال بالانترنت. ثم نقفل القائمه دي عادي جدا ونفتح برنامج كانون من تاني، ثم نطلع فوق خالص كده هنلاقي علامه الطوابع نضغط عليها عادي جدا، ثم نختار اخر اختيار تحت خالص مكتوب ريجستر برينتر. هنلاحظ الطبعه بتاعتك مكتوب عليها جي 600 سيريس وجنبها اخد الاي بي. نختار عادي جدا، وبكده ثبتنا تعريف الطوابع عن طريق الهاتف مباشره. هنقفل الصفحه دي عادي جدا كده بالاكس اللي فوق، نقفل دي كمان. طبعا زي ما انتم عارفين ان الطوابع الجي 640 مخصصه لطباعه الصور الفوتوغرافيه عاليه الجوده، فبالتالي هستخدم عليها ورق جلوسي اللي هو بيلمع ده. هتلاقي وشه بيلمع كده وظهره هتلاقي خلفيه فيها كلام، او ممكن ظهره بيبقى مطفي شويه. طب هنعمل ايه؟ هنفتح الدرج ده عادي جدا كده ونبدا نوسع التري بتاع الورق ده. تمام، ونمسك الورق اللي بيلمع، اللمعه بتبقى عليك اهي. تمام، اهي كده زي ما انتم شايفين، يعني اللي في وشنا دي الوش اللي بيلمع وظهرها الورق المطفي. تمام، بعد ما حطينا كده هنبدا نقفل على الحواف كده، نقفلها لحد ما تمسك في الورقه. تمام، ونبدا نرجع التري ده لورا كده. ثم دلوقتي هنروح للموبايل ونبدا نظبط اعداد الطبعه ونوع الورق وحجم الورق ونطبع بكل سهوله. فيلا بينا. طب دلوقتي يا ابو حميد انا عاوز اطبع صوره موجوده عندي في الهاتف على الطوابع، والخطوات كالتالي: لازم قبل كل مره هتطبع تتاكد انك موصل الموبايل بشبكه الطوابع مش بشبكه الراوتر الواي فاي ولا فاتح بيانات الموبايل. ثم بعد كده هتختار الصوره اللي انت عاوزها من الالبوم او الاستوديو، وعلى سبيل المثال الصوره دي انا عاوز اطبعها. هنعمل مشاركه او شير، ثم نختار برنامج كانون اللي احنا نزلناه اخترنا اهوت، ثم نختار يس، ثم نختار في الحاله دي نو. وقبل ما نختار برنت هنختار برنت سيتنجز عشان نقدر نظبط حجم الورق ونوع الورق. ضغطه واحده على برنت سيتنجز، ثم هتظهر لك القائمه اللي قدامك دي. اول اختيار مكتوب عليه كوبيز، وده عدد النسخ، عايز نسخه نسختين ثلاثه بتختار كوبيز عادي جدا وبتختار العدد اللي انت عايزه. ثاني اختيار محدش يعمل ايه صح. ثالث اختيار مكتوب عليه بيبر سايز، وده حجم الورق اللي انت مستخدمه. انا حجم الورق اللي حاطيه دلوقتي هو الاي 4، ضغطه واحده عليه هنلاحظ ان هو متحدد 4 في 6 او 10 في 15، فهنبدا ندور على حجم الاي 4. انا دلوقتي اخترت الاي 4. ثالث
اختيار مكتوب عليه ميديا تايب، هتحدده زي ما هو كده. اول اختيار فوتو بيبر بلس جلوسي 2، هتسيبه زي ما هو. خامس اختيار مكتوب عليه بوردر، وده الاختيار مهم جدا. لو ضغطت ضغطه واحده هيظهر لك اختيارين، بوردر وبوردرليس. اول اختيار بوردر ده معناه ان الصوره اللي هتطبع هيبقى فيها حواف او برواز ابيض، مش هتطبع الصوره كامل. لكن لو اخترت تاني اختيار بوردرليس معناه انك هتطبع الصوره بالكامل ومش هيطلع لك برواز او حواف بيضاء. فانا هجرب مره كده ومره كده، فانا هختار المره دي بوردرليس. سادس اختيار اموت اوف اكستنشن، محدش يلعب فيه. سابع اختيار ده، واختيار ده ممكن يفيدك شويه، واسمه كلر مود. لو ضغطت ضغطه واحده هيظهر لك اول اختيار كلر، تاني اختيار مونوكروم. لو انت اخترت كلر فاي حاجه هتطبع بالابيض والاسود والالوان، لكن لو انت اخترت مونوكروم تاني اختيار فاي حاجه الوان او ابيض واسود هتطلع ابيض واسود وما فيهاش الوان. فهنختار زي ما هي كلر. وبعد ما ظبطنا قاعدتنا كلها بنرجع خطوه ورا، ثم نعلم صح على دونت شو ذيس اجين ونعمل نو، ثم نختار برنت. وزي ما انتم شايفين الطابع اخذ الامر من موري، ومنتظرين الورقه تطلع او الصوره تطلع من الطابع. فلازم يكون عندك علم ان اي صوره بتتاخر كده او اي طوابع سائله بتتاخر كده عادي، دي سرعتها الطبيعيه، مفيش حاجه اسمها تسريع الصوره. لو عملت اي حاجه تسرع الصوره ممكن الحبر يتمسح من الورقه، فسيبها براحتها زي ما هي عشان تطبع لك بالطريقه الصحيحه وبدون اي مشاكل. زي ما انتم شايفين دي الصوره اللي احنا طبعناها من موبايل، زي ما انتم شايفين جوده ممتازه جدا جدا جدا، ودي افضل طوابع صور فوتوغرافيه موجوده في الوقت الحالي. طب دلوقتي يا ابو حميد انت قلت لنا عايزين نجرب ان نطبع صوره ويظهر الحواف بتاعها، هنعمل ايه؟ اول حاجه هنعملها زي ما اتعلمنا نختار مشاركه او شير، ثم نختار برنامج كانون اللي احنا نزلناه، ثم نختار يس، ثم هيظهر لكم الصوره بالشكل ده. هنختار برنت سيتنجز، ثم نختار خامس اختيار بوردر، ونخليها بوردر، ونسيب حجم ونوع الورق زي ما هو لاننا ما غيرناش حجم ولا نوع الورق. ثم نرجع خطوه لورا، ثم نختار برنت. زي ما انتم شايفين لما اخترنا بوردر ظهر لنا الحواف اللي على اليمين والشمال، ساعات بيظهر حواف فوق وحواف تحت، لكن لو انت اخترت بوردرليس فالصوره هيطلع لك بالمنظر ده ما فيهاش حواف نهائيا. طب على سبيل المثال انا عايز اطبع الورق 4 في 6 او ورق 10 في 15، هو نفس ورق الجلوسي الاي 4 بس هو بيبقى ربع حجم الاي 4، فهنعمل ايه؟ هنطلع الورقه دي عادي جدا ونمسك مجموعه ورق كده تمام اهيت، ونفتح التري ده ونحط الورقه بالطول كده اهيت، وبعد كده نقفل بالاتجاه ده كده عشان مفيش حاجه تلوح معانا بالطبع، ثم نقفل التري ده والورق اللي بيلمع بيبقى متجه علينا والظهر موجود ورا، ثم هنروح للموبايل ونغير حجم الورقه بدل ما هي A4 نخليها 10 في 15 او 4 في 6. وعلى سبيل المثال الصوره دي عايز اطبعها هنعمل ايه؟ هنعمل مشاركه او شير،
ثم نختار برنامج كانون عادي اللي احنا نزلناه، ثم نختار يس. لو في الحاله دي ضغطنا على برنت بدون ما نظبط ان البرنامج يطبع لنوع الورق اللي مطابق لنوع الورق اللي احنا حطيناه، هيديك عطل او ايرور، لاننا حطينا حجم الورق 4 و6، وانت دلوقتي مظبط ان حجم الورق في الاعدادات الموبايل انه يبقى A4. فهنختار برنت سيتنجز، ثم نختار ثالث اختيار بيبر سايز، وننزل تحت شوية، ثم نختار اختيار 4 في 6 او 10 في 15، اختارناها عادي جدا، ثم نرجع خطوة لورا، ثم نختار برينت. زي ما انتم شايفين الصوره طبعا اهي بكل سهوله، الاسود صريح، وطبعا انا نسيت الغي موضوع البوردر، فبالتالي طلعت بحواف ابيض اهي برواز ابيض. طب دلوقتي يا ابو حميد انا عاوز اطبع كلمه المرور من جوه الطبعه، لان ممكن الباسورد اللي موجود عندي في الموبايل اللي هو الصوره اللي خدناها سكرين شوت ممكن تتمسح مني، وعاوز اشبك اكتر من الموبايل، اعمل ايه؟ هنختار مفك الصيانه ده ضغطه واحده عليه، ثم نختار تاني اختيار ديفايس سيتنجز اوكي، ثم نختار تاني اختيار لان سيتنجز اوكي، ثم نختار ثالث اختيار برنت لان ديتيلز اوكي. هيطبع لنا ورقتين. اول ورقة مش محتاجة في حاجة، اللي يهمني تاني ورقة بس، هي اللي فيها كلمة مرور او باسورد، ودي تاني ورقة معانا، والباسورد بتاعنا موجود اهوت، رقم 3 هنا، تمام؟ نزل تحت شوية مكتوب 334، وجنبها كلمة باسورد، الباسورد بتاعنا هو ده الباسورد، ده الباسورد اللي انت هتقدر تشبك بيه أكتر من موبايل بالطابعة. وبكده انتهينا من موضوع حلقة النهاردة، أتمنى يكون نال عجبكم، أتمنى الموضوع يكون نال عجبكم، منتظر أي استفسار لكم بخصوص طابعة كانون. كان معاكم أحمد الساب من قناة كانون بالعربي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.